لقطاع الطاقة العالمي، وخصوصا في ظل الارتفاعات القياسية التي شهدناها على أسعار الغاز وأيضا على أسعار النفط. قد تكون المعضلة الحقيقية هي لأسواق النفط تحديدا، وسبب ضعف القدرة الإنتاجية الفائضة فيما عدا في السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبذلك سمعنا تصريحات من وزير الخارجية السعودي أكد فيها على التزام المملكة العربية السعودية بالمحافظة على استقرار سوق النفط. لماذا سمعنا هذه التصريحات؟ جزء كبير مما يحدث في سوق النفط اليوم يتعلق بضعف ما يعرف بالسبير كاباسيتي والنقص الكبير في المعروض، وخصوصا مع وجود فجوة ما بين المستهدف من أوبيك بلس للإنتاج وما بين المستويات التي شهدناها حقيقة. يعني هنا طبعا نقارن ما بين حتى يناير 2022 لدينا هذه الفجوة بين المستهدف ومستويات الإنتاج بحسب الاتفاق لزيادة 400 ألف برميل يوميا من النفط، في الوقت الذي نشهد فيه ما يعرف بالأنرجي ترانزيشن بسبب الارتفاعات القياسية التي شهدناها على أسعار الغاز وأيضا ضعف القدرة الإنتاجية الفائضة. الملف الأبرز سيكون بالنسبة لقطاع الطاقة يتعلق بنوعية العقوبات التي قد تفرض على روسيا في حال غزوها لأوكرانيا. نتحدث بداية عن احتمال أن يكون هناك عقوبات مالية تتعلق بإخراج روسيا من نظام السويفت العالمي للحوالات. لدينا معارضة من بعض الدول الأوروبية لهذا الملف، يعني لهذا النوع من العقوبات، والسبب بأنها ستؤثر سلبا على قطاع النفط والغاز، وخصوصا بأن كثير من البنوك الروسية يعتمد عليها بما يتعلق بهذا النوع من التحويلات لهذا القطاع تحديدا. الاحتمال الثاني أن يكون لدينا عقوبات على نورد ستريم 2، وهو خط لنقل الغاز بشكل مباشر من روسيا إلى أوروبا تحديدا، وبالتالي يتجاوز أوكرانيا. هناك معارضة أوروبية لنورد ستريم 2 لأنه يضع الكثير من الأعباء الاقتصادية على أوكرانيا، وبالتالي الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد تحدث بأنه يدعم العقوبات بشكل عام، ولكن شهدنا المستشار الألماني يلوح بالاستغناء عن مشروع نورد ستريم 2 إذا ما فعلا قامت روسيا بغزو أوكرانيا. طبعا بالنسبة لنورد ستريم 2 فقط نشير إلى أنه خط الغاز الذي يربط بين كل من روسيا وألمانيا بشكل مباشر دون المرور عبر أوكرانيا، وبالتالي أوكرانيا مهددة لأن تفقد إيرادات من عبور الغاز عبر أراضيها. كانت سابقا روسيا إلى حد كبير قد استعملت الغاز كوسيلة ضغط على المنطقة الأوروبية وعلى الاتحاد الأوروبي بما يتعلق بالوضع والأزمة مع أوكرانيا تحديدا، ولكن اليوم لدينا الكثير من السيناريوهات المحتملة، وخصوصا ما إذا بالفعل لجأت روسيا إلى غزو أوكرانيا، وبالتالي لدينا السؤال ما مصير الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا والذي يقدر ب 40 مليار متر مكعب، يعني ثلث الغاز الذي يدخل إلى أوروبا هو عمليا يأتي عن طريق أوكرانيا. هذا الملف، المخاوف الجيوسياسية، المخاوف من العقوبات أيضا أثرت على أسعار الغاز الأوروبية التي وصلت لمستويات قياسية، ولاحظوا التقلبات خلال شهر يناير، والسبب فيها يعود إلى الأخذ والرد بما يتعلق بالأزمة السياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا. ومن جدة معنا دكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي النفطي الدولي، أهلا بك ومرحبا معنا دكتور، وشكرا لك على وجودك معنا على شاشة CNBC عربية. في الوقت الذي لدينا فيه نوع من الحذر والترقب لأي جديد ما يتعلق بالأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا، يتخوف البعض من تأثير أي عقوبات من الممكن أن نشهدها دوليا على روسيا، وكيف من المحتمل أن تؤثر على قطاع الطاقة. دعني أبدأ معك من ملف النفط، إلى أي مدى تعتقد بأنه قد يكون الملف الأقل عرضة لأي disruption أو خلل في الإمدادات، وخصوصا بأن السعودية جاهزة للتدخل ولديها قدرة إنتاجية فائضة للحفاظ على استقرار الموارد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. الواقع ملف النفط هو جزء من ملف الطاقة بالنسبة لأوروبا، ولاحظنا أثناء أزمة الغاز العام الماضي أن هنالك، وحتى في اللحظة الحالية أو في الوقت الحالي،
أن هنالك تحولا إلى النفط والفحم لتوليد الطاقة الكهربائية نتيجة لشح إمدادات الغاز الطبيعي. أنا أتصور لو كانت هنالك عقوبات فلن تكون عقوبات موحدة، هنالك انقسام داخل المجموعة الأوروبية، هنالك من يتضرر بشكل أكبر. صحيح أن المستشار الألماني ذكر أنه بالإمكان الموافقة على مقاطعة خط نورد ستريم 2، لكن حينما تشتد الأزمة وترتفع الأسعار وتنقطع الكهرباء فإن ذلك لم يعد خيارا في يد ألمانيا أو أي دولة أوروبية، لأن هذا يعني تدهورا اقتصاديا كبيرا في الاتحاد الأوروبي. طب إذا ما تحدثنا دكتور عن ملف الغاز وخصوصا في ظل الاعتماد الكبير لأوروبا على الغاز الروسي، هل برأيك في حال كان هناك اتفاق على عقوبات دولية من الممكن أن تجد أوروبا بدائل عن الغاز الأوروبي بسهولة، أو عفوا عن الغاز الروسي؟ ليس من السهولة إيجاد غاز بديل. هنالك محاولات جرت حتى منذ بداية الأزمة، اتصالات مع مختلف الدول التي تصدر الغاز إلى الخارج ومنها دولة قطر الشقيقة، وأوضحت قطر بأنها ملتزمة بعقود مع الدول بعض الدول الآسيوية ولا يمكن خرق هذه العقود أو خرق هذه الالتزامات، لكن هنالك جزء بسيط من الفائض الذي يمكن توجيهه إلى أوروبا، لكن هذا لن يكفي. هنالك أيضا مفاوضات مع الجزائر، مفاوضات مع كثير من الدول لزيادة ضخ الغاز، لكن هنالك أزمة حقيقية، وهذا سبب تردد الاتحاد الأوروبي وانقسامه ورغبته الشديدة في إيجاد حل للأزمة السياسية. دكتور، ما الذي ستعنيه عقوبات اقتصادية على قطاع النفط والغاز الروسي لاتفاق أوبك بلس برأيك؟ أوبك بلس كما ذكرت في تقريرك الجميل تفتقد إلى طاقة إنتاجية كبيرة، وبالتالي هي تعمل على تحقيق التوازن في الأسواق، هي لا تربط تحركاتها بالأسعار، وهذا ما ذكرته المملكة العربية السعودية حينما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية منها ومن الأمارات. ذكرت المملكة بأن المملكة العربية السعودية هي جزء من تحالف أوبك بلس، وهي ستعمل من خلال التحالف لتحقيق التوازن في الأسواق، وبالتالي هي لا تربط أي مطالب بزيادة الإنتاج بتخفيض الأسعار. هذا ليس هدف التحالف إطلاقا، وهذا سوء تفسير لما يقوم به تحالف أوبك بلس، وبالتالي تم رفض هذا الطلب. نعم. وذكر بأن أي عدم توازن في الأسواق سيتم الوفاء بتسديد أو بزيادة الإنتاج في حالة قيام حرب لا سمح الله في القارة الأوروبية. طب بالفترة الماضية عندما تأججت المخاوف فيما يتعلق بالأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا، وصلت أسعار النفط لمستويات الأعلى من سبتمبر 2014، ثم دخل على الخط ملف آخر وهو المفاوضات على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، ويعني شهدنا نوع من التراجعات بالنسبة للأسعار مع احتمالات أن تعود الموارد النفطية الإيرانية إلى السوق. في حال شهدنا يعني بسيناريو معين أن يكون هناك غزو روسي لأوكرانيا، أين تتوقع أن تصل أسعار النفط برأيك؟ أسعار النفط أنا أتوقع قبل أن أجيب عن أي مستوى اتفاق النووي الإيراني، حتى وإن عادت إيران للأسواق فإن لا ننسى أنها تقوم بتصدير جزء كبير من نفطها إلى الصين وبعض الدول خرقا للعقوبات، وبالتالي العودة تعني عودة حوالي أقل من مليون برميل يوميا،
وبالتالي لابد وأن لا نعتمد أو لا نعول عليها الصادرات الإيرانية بشكل كبير. لكن في كل الأحوال أنا أتصور أن أسعار النفط في حال قيام حرب لا سمح الله قد تصل إلى مستويات 120 وربما أكثر من ذلك، نتيجة من جهة اضمحلال الطاقة الإنتاجية الفائضة، وأيضا من جهة أخرى دور المضاربين في تصعيد الأسعار، وأيضا لو كان هنالك خراب في بعض الحقول البترولية في سواء في روسيا أو بعض الدول الأخرى المنتجة للنفط. طيب دعني أعود معك لنقطة ذكرتها وهي ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، لأنه هو أيضا ملف سيؤثر على مستقبل أسعار النفط. إيران قد لا يكون لديها القدرة على إعادة مستويات الإنتاج لما قبل العقوبات بسرعة، لأن البنى التحتية ربما متهالكة، وكما ذكرت يعني الصادرات لآسيا. ولكن سؤالي، إذا ما استبعدنا هذا الملف واستبعدنا ملف وعلاوة المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، برأيك دكتور ما هو السعر الذي يعكس أساسيات السوق النفطي بالنسبة لبرنت؟ السعر الذي يعكس أساسيات، إذا استبعدنا المضاربة واستبعدنا المخاوف بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني، السعر سيكون في حدود $85 إلى $85 للبرميل من خام برنت. طيب هل تتخوف دكتور بأنه تفضل دكتور. لا تفضلي. أنا سؤالي حول استمرار الارتفاعات بالنسبة لأسعار النفط، هل تتخوف من أنها قد يكون لديها رد فعل عكسي بأنها قد تقوم بإبطاء مستويات الطلب على النفط بحكم أنها وصلت لمستويات قياسية، الأمر الذي سيعود ويخفض الأسعار؟ التأثير على الطلب سيحدث، لكن لا ننسى أن هذا التأثير سيأخذ وقت إلى أن يبدأ وضوحه في الأسواق. الآن الأسواق منتعشة، الاقتصادات العالمية عادت بعد جائحة كورونا، رأينا أن هنالك انتعاش حقيقي في الاقتصادات العالمية وفي الطلب العالمي على النفط، وكلنا يعرف أن جميع التوقعات تقول بأنه في الربع بنهاية الربع الأول سيعود الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة في حدود 100 مليون برميل يوميا، ويضاف إلى ذلك بنهاية العام حوالي 3 إلى 4 مليون برميل يوميا إضافية، وبالتالي هنالك زخم كبير في الطلب العالمي على النفط. صحيح أن الأسعار المرتفعة سوف تؤثر، لكن التأثير سوف لن يكون تأثيرا كبيرا بعد العودة النشطة لهذا الطلب في العالم. دكتور محمد، روسيا كانت تستعمل بطاقة الغاز للضغط على الطرف الأوروبي في أزمتها مع أوكرانيا، وبنفس الوقت الطرف الأوروبي لديه اليد العليا إلى حد ما بما يتعلق بنورد ستريم 2. إذا ما حصل غزو روسي لأوكرانيا، ما الذي سيعني ذلك بالنسبة لمشروع نورد ستريم 2 برأيك؟ أنا لا أتصور أن ألمانيا ستفرط في خط نورد ستريم 2 إطلاقاً، والسبب أنها تحتاج إليه، ولذلك وإن تعلن ألمانيا مجاراتها لأي عقوبات، لكنها في الواقع في الخفاء أو في المحادثات الغير الرسمية تصرح علناً بأنها سوف ترفض معاقبة خط نورد ستريم 2، لأن هذا معاقبة لألمانيا ودول أوروبا التي ستعاني من بهذه الحالة دكتور، ما هي نوعية العقوبات التي قد تفرضها أوروبا على روسيا إذا ما استبعدنا وكما تتحدث بأن ألمانيا ليس لديها مصلحة لإنهاء نورد ستريم 2؟ هنالك عقوبات عامة، لا ننسى أن ملف العقوبات قائم منذ فترة ضد روسيا، وهنالك العديد من العقوبات. يتحدثون وكما ذكرت في تقريري يتحدثون عن عقوبات مالية، يتحدثون عن استبعاد روسيا من الأسواق العالمية، لكن هذه جميعها تهديدات شفهية قد لا يتم تطبيقها على أرض الواقع في عالمنا اليوم. ولذلك نحن نسمع
نحن نسمع الصدى ولا نرى طحنا كما يقال، لكن أنا أعتقد أن التأثير سيكون محدود، ولذلك نرى أن روسيا متجاهلة، كلما يتحدثون عن عقوبات لا ترد، حتى لا تعرف في الواقع أن العالم محتاج إليها سواء بالنسبة للنفط أو بالنسبة للغاز. نعم. وأيضا هي شريك أساسي في التجارة الدولية بين روسيا وبقية دول العالم. ولا ننسى الاتفاق الذي عقد بين روسيا والصين لتصدير الغاز إلى الصين بمعدلات أو لفترات طويلة، وهذا أيضا يؤدي إلى التنويع وليس فقط الاعتماد على السوق الأوروبية في ذلك. يعني الواضح بأن روسيا تبحث عن البدائل لأوروبا، ولكن أوروبا من الصعب أن تجد بديلا عن الغاز الروسي. أنا أشكر وجودك معنا دكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي النفطي الدولي. شكرا لك. ومشاهدينا، نهاية فقرة في العمق.